السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من إسماعيل توك ولقاء مع فنانتنا المتميزة هناء تركستاني فنانتنا النهاردة هي ضيفة من طراز رفيع بكاريوس تربية فنية مع مرتبة الشرف فهي فنانة أكاديمية فنانة تشكيلية ومدربة بدأت التصوير في سنة 2005 مصورة معتمدة وتكرمت كأحد أفضل المصورات تأثيرا بالمملكة العربية السعودية 2019 عقدت العديد من الورش محكمة بأهم المسابقات العالمية ومنها جائزة حمدان بن راشد هيبة وكمان مسابقة فضاءات من نور لجامع الشيخ زايد بالإضافة أنها شاركت في العديد من المعارض في المملكة وخارجها وحصلت على العديد من المراكز المتقدمة منها المركز الأول بمسابقة أمن الطرق والمواصلات في دبي اهلا وسهلا بك يا هناء. اسماعيل. اهلا وسهلا بك منوراني. الله يسلمك. أنا سعيد جدا عشان بستضيفك أول ضيفة من المملكة العربية السعودية الشقيقة وخصوصا وإن أنت يعني امرأة تمردتي على الواقع كأي امرأة عربية ودخلتي مجال سيطر عليه الرجال لعقود. فعرفينا بنفسك. آه شكرا يعطيك العافية أنا اللي سعيدة اليوم كثير في يعني باللقاء ده وإن شاء الله يكون في المستقبل كمان في لقاءات أكثر وأكثر وكمان بالتوفيق لك أنت لمعرضك يعني صادف اليوم اللقاء لكن كمان مبروك لك لمعرضك انطلاقة اليوم شكرا جزيلا كتر خيرك آه يعني أنا أعرف عن نفسي هنا تركستاني بالأصل مواليد مكة المكرمة وبعدين نقلنا إلى جدا لأنه يعني كانت الظروف العائلية أقول إنه في الفنون من نعومة أظافري زي ما يقولوا من وأنا في, الـ في, الـ في الإبتدائية يعني بالمدرسة كانت المعلمة تاخد الرسمة تبعي وتدور على الفصل وتوريهم تقول لهم شوفوا كيف رسمتها وسوي زيها فأنا يعني عندي في العيلة كمان إخواتي وإخواني رسامين وخطاطين بعد الفنون دي طبعا بعد ما تخلصت من البكالوريوس وكذا واشتغلت في حقل التعليم عشرين سنة بعدها دخلت الورك اللي هي تدريب الأكاديمي و2005 2006 يعني في الوقت ده اللي بدأت التصوير يعني بالزمن ده ما كان فيه ورش زي الآن وانطلقت جميل زي ما انت مواليد مكه المكرمه وانتقلت الى جده وبيقولوا في عندكم في السعوديه جده غير وهناء غير برضو النهارده دي حقيقه <applause> من وجهه لك. نظرك ايه اللي خلى هناء تتميز وتنطلق بالشكل ده في فضائيات التصوير الفوتوغرافي مش بس في المملكه وفي الوطن العربي بل اقول من وجهه نظري بل في العالم كمان الله يخليك هذه شهاده اعتز فيها حقيقه الاراده والحب التميز يعني بنشوف احنا مصورين كثير حتى في ناشيونال جيوغرافيك في كل في كل المجالات بس حقيقه انا احب انه شغلي يتميز فوصلت لكندا هذا تارجت من بداياتي انه شغلي يتميز مو عشان التخصص مو عشان انا اصور معماري لا هذا عادي يعني من مجال العمل وهذا فريلانسر كمان بس انه التميز يكون في 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 طرح الفكره وال والاسلوب لذلك انا ركزت كثير على موضوع التعديل باسلوب عشان ادمج الفنون اللي هو مجالي الاصلي فنون تشكيليه وفنون مع التصوير جميل جدا طيب انا بيهمني جدا اعرف هناء في بداياتها زي ما انا قلت في مجتمعاتنا العربيه مش من الطبيعي ان البنت بتصور وبتخرج وبتقابل الناس وفي الشوارع وكذا انت ازاي تحديتي العادات والتقاليد والواقع اللي احنا كلنا بنعيشه بنتكلم طبعا 2005 غير النهارده ما اخفيك يا اسماعيل هو يعني صعب ما ما كان سهل ابدا خصوصا انه لما تلاقي الرفض من الناس اللي حولك ما تكلم على ال... الناس المقربين الأهل والعائلة دول هم السبورت الأول والأخير بالعكس أتكلم على المحيط المصورين اللي مثلا موجودين في المكان الاجتهاد الشخصي بصراحة أنا أشوف هو ده أساس كل شيء كنت أسافر كثير لذلك تعلمت من مصادر يعني من برا المملكه وناس على كفؤ وانا ما انسى اي شخص استفدت منه معلومه او حرف واحد. يعني انت نموذج ومثل اعلى لكثير من الفتيات، النهارده اللي بيبدا منهن يعني مجال التصوير تنصحيهم بايه؟ أم، هي يرجعوا الفوكس لنفسهم. كلمة إني أنا أخلي الفوكس عليا كلمة يعني عميقة ما هي كلمة سطحية، الفوكس على نفسك من كل شيء من التعليم من الإنتقاد، إنت تنتقد نفسك أنا اليوم لما أحط صوري وأشاركها مع الناس اللي أعرفهم، وكيف بستفيد من الملاحظات بس إنت خلي عينك نقادة كيف؟ كيف حتكون عينك نقادة لما يكون في عندك تغذية بصرية، لما يكون في عندك معلومات لما تتثقف. اليوم مع ما بدي أقول مع الأسف بس فعلا مع الأسف كثير من المصورين بيهتموا بالصورة ويقول لك التعديل والبرامج والمتابعين والأشياء دي الظواهر كلها أشياء سطحية ما في عمق الآن ما في كونتينت هنا أدخل أنا في الورش المحتوى فيه ما أقدر أقول لا لكن الأغلب وهدول الاغلب لازم يرجعوا مره ثانيه يفهموا انه التصوير ما هو بس كاميرا وادوات ونرجع نعيد ونزيد ونعيد ونزيد في الكلام ده في كل العالم فين في ما كان اسمع الجمله دي حتى عند الاجانب ترى حتى عند الاوروبيين وهذا عندهم هذه الشريحه بعد بالمناسبه تصديقا على كلامك النهارده في المعرض دخلت لي يعني مصوره يعني جايه من النرويج فاول سؤال سالتوني انت بتستخدم كاميرا ايه؟ فقلت سبق... لها بستخدم كاميرا اللي هنا <تصفيق> <تصفيق> فعلا صدقت وهذا هذا الشيء يجي من الخبره بصراحه كمان تمام انا لما سالتك على نصيحتك للفتيات طبعا النصيحه اللي انت قلتها دي تمشي لكل المصورين من النوعين يعني لكن انا تعمدت اسالك عن الفتيات عشان اللي بيواجهوا تحديات او اللي بيستسلموا من الاول فانت عندك تجربه تدرس في الحكايه دي فتنصحيهم بايه ان هم ما يستسلموش وان هم يحاولوا خصوصا النهارده المجالات اصبحت مفتوحه بكتير جدا اكتر من الاول آه يعني هو في الاول والاخر يا اسماعيل كل شخص له آه تفكيره ولو بصمته ولو أسلوبه ولما أقول بصمة يعني فعلا زي بصمة الأصبع ما يمكن إنه هي تتشابه مع أي شيء هذه يعني حاجة جميلة ونعمة والتنوع ده اللي إحنا فيه في الوسط أنا أشوفه كمان بلسنك حاجة حلوة نعمة إني أنا بشوف هنا وبشوف هنا وكل واحد بيتعلم من الثاني ويستفيد بس البنات اللي فعليا بيتعلموا أو بيحبوا يصوروا التصوير المعماري الخارجي أنا بشوف سواء هنا في الوطن العربي سواء في كل مكان يعني الاجتهاد زي ما بنقول مهم لكن انت كمصوره لازم تتعبي ما في شيء يجيك على الجاهز كل ما تعبتي اكثر كل ما حتحصدي ثمار تعبك مو ضروري يكون لكل حركه او زي ما يقولوا في الفيزياء لكل فعل رده فعل مو ضروري النتيجه تكون فوريه يعني خلاص انت سوي الشيء بشغف بحب بعدين هو راح يجي أنا ما أنتظر يمكن يمكن عشان كده أنا في أسلوبي أو طريقتي أنا بعيدة شوية عن المصورين يعني في السعودية أو ما لي كثير اختلاط لأن أنا لي أسلوب معين أحب أنطلق فيه يمكن هو ده اللي خلاني أتميز إني أنا ما أتبع مدرسة معينة لا أحب إني أنا أظهر شغلي يستفيدوا منه أوكي داخل المملكة وكمان خارجة فهذا اللي أقول لهم نتائج فورية ما تنتظري نهائيا، اشتغلي على نفسك. احنا فعلا بنستفيد من أعمالك وأنت لك بصمة، أنا مجرد ما أشوف صورة ليكي من غير ما أشوف توقيعك أو السجنتشر بقول على طول دي هناء تركستاني. طب الحمد لله. اه هبة عبد الكريم وجمال خطاب دول من أشد المتابعين وبيقولوا حضرتك منورة. الله يخليك. اه هبة من شكرا. مصر وجمال من لندن، يعني النهاردة الحلقة انترناشونال. وبعدين ذكر التصوير المعماري المهندس وائل انسي طبعا هو احد يعني المنافسين وهو على فكره بيغير منك بيغير منك هنا <applause> استاذ وائل من الشخصيات اللي انا اضافوا لي كثير انسان راقي يعني تقابلت معاه كذا انسان جدا خلوق معطاء وسعيده جدا انه يكون في نخبه من المصورين كمان بيتابعوني اليوم آه وائل آه انسان جميل ودايما بحب شخصه يعني آه انسان راقي جدا جدا وشهدت فيه مجروحه عشان صاحبي طبعا يعني منورنا يا وائل آه مرام برضو فنانه معانا آه هي خليفه سعاد حسني بتقولك منوره برضو هناء اهلا وسهلا مرام طيب احنا عاوزين بقى كده يعني بدانا بالبدايات ممكن نعرض بعض من صور حضرتك وتعلقنا عليهم من فضلك طبعا هنا ده زي السعودي ولا ايه اللي عايزين نقرا اللي مكتوب عليه؟ فين؟ يعني حضرتك شايفه الصوره دي ولا لا؟ لا ما ما بيطلع لي شيء مش بيطلع لك شيء آم... طيب كده حضرتك شايفه حاجه؟ ايوه طب تمام طب نرجع للصوره الاولانيه كده شايفه؟ لا ولا صغيره؟ طيب ماشي طب كده؟ كده باين طيب اوكي أه، ممكن حضرتك على عن العمل ده أه، طيب هي هذه من الصور اللي إن انا كنت حابه اتكلم عنها بس انه يا ريت اه بعد انه طالما بدأنا بيها خلينا نبدا لا لا حضرتك حضرتك انا الصور كلها موجوده انت قولي لي اي صورة اقف عندها وانا اجيبها على طول ما فيش مشكله طيب أه، ما اعرف ايش الصور اه اللي... <applause> انت دخلت على التقيل خلاص خلينا نبدا بدي خلينا في الخفيف ماشي اهو انا حطيت الصور بالترتيب اللي حضرتك بعتولي بس ما فيش مشكله خلينا اهو نبدا من من الاخر دي اخر صوره لا نرجع على الاولات في صوره اللي هي اللي في كتاب كده كانها كتاب ملا بي دي اف اوكي حابه كثير اني انا اتكلم لا مو هذه قبلها ايوه دي حضرتك ايوه اي أيوة. هديد... لا... طيب معلش انا اسف قبل ما بس ما نخش فيها آه، رانيا بتقول لحضرتك منوره يا هنو ما شاء الله ومحمد عطيه بيقول لك الفنانه هناء من المبدعات الحقيقيات في المجال الفني خصوصا المعماري واللاندسكيب شكرا شكرا و... آه، العافيه و... وفخورين بيك يا فنانه بتقول لك رانيا برضو رانيا اه شكرا <applause> فضل. آه. طيب انا عشان ما نطول وناخذ اكبر قدر ممكن من الصور والمعلومات عشان حاضر يعني الناس المصورين كمان يستفيدوا واللي ما شاف هذا الصور وكمان الشيء الحلو في في الايفنت اليوم في اللايف انه في صور حصريه بس للقاء دا يا اسماعيل انا لسه شكرا ما نزلت جزيلا على راسي والله يا هناء طول عمرك سنة. كريمه الله يخليك آه، هذه الصوره اللي هي تبع لابدرير المتحف للمصممه العالمي انتوني جاودي اللي هي فوق على اقصى اليسار الصوره طبعًا. هذه آه، صورتها يعني من من فتره من 2017 18 حاجه زي كذا بس آه، سبحان الله وانا بصورها كان في بالي شيء اتكلم عن الكومبوزيشن اللي هي الايلمنت عناصر التكوين وهذا الشيء كمان من من الحاجات اللي تميز هنا حبها وعشقها للتفاصيل في في المعماري وهذا حقيقي انا انا كده انا شخصيا لما ادخل مكان اعمل مسح ضوئي كامل للوكيشن للتفاصيل للاضاءه لللاينز لكل شيء فكانت هذه الصوره في اللوكيشن كنت بفكر لما صورتها انه هي بتعطي فيها زي اللاينز زي الخطوط بعدها بفتره حسيت انه الصورة دي عادية جدا ما فيها ولا اي شيء زيها زي اي حاجة تانية لكن لما تواصلوا معايا كتاب بريطاني اوروبي عفوا يتكلم عن هذا الفن المعماري واخذوا الصورة از يعني رول موديل للكنيسة او للمكان ده للمتحف انا هنا يعني مو انبسط يعني كان فعلا شيء دافع فعلياً اني انا استمر فيه موضوع التصوير المعماري فكانت هذه أحدى أجمل الأشياء اللي عملت لي بوش ودفع جميل فإذا الفنان يحتاج أيضا إلى تقدير ليس فقط معدات حديثة وكاميرات وعدسات صحيح طيب نخش عصره اللي بعدها أيوة دعاء بلال بتقول لك المبدعه الجميله وام الديب بتقول لك كل الاحترام والتقدير لك يا فنانه كل الحب لكم وكل الاحترام للناس اللي دخلت معلش بقى سامحيني الناس الناس كلها بتحبك فانا لازم يعني ابلغك على طول يعني لازم لازم عشان اتحمس كمان ونعرض صور احلى هذه الصورة اللي هي اكيد هم بيعرفوا انه حتى لو نزلت الصورة دي عندي في حسابي بس الفكرة منها انا لي محاولات اوكي انا بصور معماري وبحب اصور الطبيعة جدا جدا اللاندسكيب أه، وبحب النوع ده من التصوير اللي هو في ناس سابقيني فيه ومتخصصين اكثر مني لكن انا لي تجارب فيه ناجحه اللي هو الفاين ارت اركتكتشر ودخل كده فتره كنت فعلا اني انا بطبقه بطريقه وبأسلوبي يعني في الاول والاخر بس انه انت هنا بتبسط المشهد اكثر بحيث تعطي شويه لمسه فنيه من حيث البلاك اند وايت البلاك اند وايت زون والتفاصيل دي. فكانت هذه الصوره بعدسة 16 وحبيت اني انا اخلي الافكت تبع العدسه ما الغيه لانه عامل آه تكوين شكله كذا غريب للمبنى م. وهي طبعا زاويه علويه لفوق. طبعا فهذا فاين ارت انه ك... ايوه عشان عشان بس شو. اخواننا المهندسين المعماريين ما يزعلوش مننا. <applause> لا لا ما يزعلوا. طيب هذه الصوره طالما هي بتروح وتيجي من الاول هذه صوره حصريه انا بس عملت لها ريتاتش جميل وسريع لسه ما نزلتها عندي في حساباتي بس شكرا من أجمل جزيلا عفوا من اجمل الاماكن اللي صورتها في كوبنهاجن وكان الجو رواء زي ما يقولوا ما كان فيه يعني هواء كثير او شيء فكان ال... الرفليكشن جاي جميل ومطابق فانا اخذت زاويه في الصوره اللي على اليسار هي الصوره الاصليه طب انا اوكي تكوينها حلو وشكلها حلو وزاويه وليدنج لاينز والخطوط بس دائما في فكره عند المصور ليش انا اقول للمصورات والمصورين اللي هم بيحبوا التصوير المعماري او الطبيعه او او السيتي سكيب او اللاند سكيب لازم يفكر هو في اللوكيشن فعليا لابد المصور يفكر مضبوط ايش يبغى يوصل من دي الصورة مو ينشغل بالكاميرا وبالعدسة وينسى انه لا في مسج كمان وفي كمان لسه في تعديل فأنا لما عملت التعديل الصورة اللي على أقصى اليمين هي اللي هي بعد التعديل أعطتني إحساس إنه في نوع من الكونتراست وفي تركيز أكبر للمبنى العين بتنشد لا إراديا لمين للمباني اللي هي دي الخشبيه وفيها دفء كده كوزي يعني شكلها غريب في وسط البحيره او النار التحديل. أسلوب التعديل اسلوب آه. التعديل يلعب دور بذكاء المصور كيف ممكن يغير يعني احمد الششاب بيقول لك الفنانه الكبيره الله يخليك وراما هاشم بتقول لك بالتوفيق مصورتنا الرائعه شكرا يا راما تسلمي لي نخلي دي بعدين حاضر طيب نرجع لدي الصوره اللي هي برضو تعتبر فاين ارت انه انا لعبت شويه في ابعاد الصوره وعملت <applause> شويه تغيير وعملت شويه تغيير في اللون وعملت سحبه للسما آه، هذه الصوره بالمره مميزه لدرجه انه اصحاب المبنى تواصلوا معايا عن طريق ال البي وعن طريق الواتس انه يبغوا ياخذوا حقوق الصوره ويشتروها فكان بالنسبه لي احساس جميل جميل انه هي كمان الرياكشن كان الانطباعات من المصورين والناس اللي عرفهم انه فعلا عجبتهم لانه واضح احنا ما نقدر ننكر انه الان ثلاثة ارباع الصور فيها تاثيرات فوتوشوب بس مو اي تاثير هو اللي ممكن يشد النظر مو اي تاثير كيف انت بذكائك ممكن تغير من تفصيله الصوره وفي نفس الوقت تحافظ على اساسياتها يعني طبعا لا عندك فيجن طبعا وده اللي بيميز فنان عن فنان ما فيش كلام صحيح صحيح فهذا البرج كان في دبي اه تمام بصي طيب إيه طب اسلوب طمنينا بس آآ آآ الحمد لله اخذت فيهم يعني قرشين حلوين ولا ايه؟ <applause> لا لا رفضت <applause> رفضت <applause> رفضت اني انا ابيع حقوق الصوره دي اوكي هي رفضت تماما لانه اوكي انت ممكن اي مصور تجيبه ويصور لك لكن دائما يعني انا لو جيت ابيع الصوره دي ممكن اخليها حصريه فقط للحقوق هتروح خلاص ما اقدر ابيعها في اي مكان ثاني ولا استخدمها ولا فلازم يكون الانسان حكيم في يعني في قراره مو دائما التارجت يكون التسويق والماركت والماده وال... مو دائما صراحه نخش على الصوره اللي بعدها ايوه عمرو عبد الرحمن بيقول لحضرتك مساء الخير يا استاذه هناء مساء النور وعم... عنده كم سؤال تحت امرك طبعا يا استاذ عمرو في اي وقت اهلا وسهلا استاذ عمرو الفنان صديق محمد عزيز. شو اه فنان محمد شو بيقول لك ايقونيه الله يسلمك تسلم والله طيب نيجي دحين لنوع تاني برضو أنا تميزت فيه والصراحة أنا حبيت أني أنا أعرض هذه الصور مخصوص للناس يمكن اللي يعرفوا أو ما يعرفوا اللي هو الموشن قديش مهم وتأثيره وزي ما نقول يعني وقته الآن هو وقت التأثيرات اللي بالشكل ده ليش يا هناء؟ لأنه السنة اللي فاتت أنا كنت من من 2003 وانا اقدم في اكسبوجر اللي هو المعرض الفيستيفال العالمي وما يقبلوا كنت اقدم كل سنه كل سنه كل سنه اني انا اقدم بدي اعمل عندهم معرض وهذا طبعا شيء يشرف اي مصور مو أوه. بس انك عربي لا كاي مصور في العالم انه يكون متواجد هناك ضمن نخبه عالميه ورائعين من المصورين صراحه فرصه رائعه لغاية ما أرسلت لهم 2023 وكان الفيجن عندي اللي هو الطريقة دي اللي هي التأثير الحركي واللي تميزت فيه نوعا ما كنت أقدم مع في ورش وما زلت أقدم في ورش أونلاين والحمد لله آآ ورش مع برضو اتحاد المصورين مع أستاذ أديب العاني يعطيه العافية من هذا المكان أسلم عليه بس نوجه له التحية نوجه له تحية والحمد لله وافقوا وفجأة لقيت نفسي عندي معرض في الشارقة ما لا علاقة أبدا بالحظ ما لها علاقة أبدا بواسطة ما لا علاقة ولا بأي شيء أنا قدمت وكنت فعليا يعني عندي إحساس أنهم راح يقبلون لأنه هم مو بس تارجت حقهم مصورين أو تصوير عادي أو بروفيشنال لا عندهم تارجت مهتمين بالآرت كثير بأي شكل كان والسنة هذه الـ 2024 لما حضرت كان في واحد مصور مصمم مصري اسمه حسن يلعب بالـ AI بالذكاء الصناعي تمام <تضحق> فعمل معرض فهذا دليل على إنه هم فعلا بيشجعوا الناس اللي هم مهتمين بالأسلوب ده فليش لأ؟ إذا أنت عندك أسلوب أو عندك أسلوب حلو بطريقة معينة في تصويرك ممكن تقدموا في الاكسبوجر والان المجال مفتوح فهذه صوره في مركز اثراء اللي هو في الظهران آه برضه بدال الاسلوب اللي هو التاثير الحركي او زي ما نقول الموشن افكت كونك اصلا فنانه تشكيليه ودارسه ده طبعا ساعدك كتير في النوع ده من الصور آه ساعدني في الـ في الـ يعني الاكسبيرينس لان انا من زمان احنا كنت ارسم كنت أحب النوع ده من الرسم اللي هو الابستراكت وأحب الفن التكعيبي اللي هي المدارس الفنية صحيح كتير كنت أطبق يعني حتى في اللوح في الرسمات في المعارض التشكيلية كان أسلوبي يتميز بالطريقة دي فحبيت إن أنا أخد التصوير لجانب كده يعكس فني أنا كهناء جميل ونفس الشيء هذه الصورة برضو فين في كوبنهاجن آه. عملت التاثير والصوره دي آه لما كنت في اكسبوجر في عندي ورشه السنه هذه في 2024 كان في استاذ جلال كان حاضر جلال مصري جلال المصري مهندس جلال المصري ايوه ايوه أنا بوجه أيوه. له تحيه خاصه طبعا شكرا لي وشكرا استاذ حمدي وكانوا حاضرين الورشه وحقيقي ما انسى تعليقه اعجب بالصوره دي كثير وأثر عليها إنه هي كنا فعلا كنا رسمة يعني أنا بس زعلانه إن أنت كنت عندنا جنبنا وما عديتيش علينا <applause> أنا لي رحلة إن شاء الله لكوبنهاجن بنشيك على المباني الجديدة تنوري تنوري الله يسلمك هذه كمان في فينيسيا أيوه وهذه عملتها بعد بعد الرحلة مباشرة فكثير في عجبتهم الصورة إنه قالوا لي هي كأنها مقسمة ثلاثة آه، أقسام القسم اللي على اليمين اللي هو فيه الشخص اللي واقف اللي هو تبع الجندول والجهة الثانية اللي هي المباني حقت فينيسيا والأرضية اللي هي نفس الجندول مع الووتر و... فالصورة معبرة يعني مين ما يعرف فينيسيا إنه هي فيها هذه الأجواء لو يعني وريتك الأصلية هتلاقي إنه ما في كثير اختلاف بالعكس في هنا اللمسة مختلفة يعني أعطت أعطت المشهد حاجة كده لا أنت يعني الـ 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 بتاعك والفيجن طبعا ودت اللقطة من هي لقطة عادية ودتها في حتة تانية خالص صحيح هي الفيجن زي ما تفضلت قلت تمام سامحيني هنرجع تاني للتعليقات عشان مش ملاحقين عليها آه برضه محمد شوي بيقول لك ايقونيه اكتر واكتر وايمو بتقول لك برافو برافو بالتوفيق شكرا و... لي. ونسرين بتقول حبيبتي هنو هنو مش عارف اقول اسم صح ولا غلط اسلوب راقي افكار مرتبه طرحك للموضوع شامل ما شاء الله انت فنانه واعيه لموهبتك اشكركم اشكركم من قلبي رانيا بتقول كل صورك مميزه وراقيه يا اغلى صاحبه شكرا جزيلا رانيا حبيبه قلبي إنما في حد قال لي مساء الخير حتى، ماشي. <تصفيق> 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 نخش على عدسة المعمار. مساء الخير يا إسماعيل. مساء أخيراً أنا الحمد لله كل والله. <applause> طيب نيجي لل نرجع لموضوع المسابقات والتكريم والأشياء هذه، إنه أنا اليوم ما وصلت لهذه المرحلة بدون حب الناس. بدون يعني تشجيعهم إيمانهم برضو أرجع أقول إيمانهم بالشخص هذا إنه ثقتهم ثقتهم إنه هو راح يعطي أكتر ثقتهم إنه هو فعلا يتميز ويستحق يكون الأفضل ومن الحمد لله يعني الاجتهاد كل كل واحد من من جد وجد زي ما يقولوا كان عندي من الأشياء اللي الحمد لله والشكر لله إنه هي أعتبرها عملت ثقل في في الـ في إنجازات هنا اللي هي لما حكمت في مسابقة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم اللي هي هبة في القسم الجزء المعماري وبعدها كمان مع التوالي لإصدار أول مجلة رقمية فحطوا برضو ال... كانت هذه كابتشر من الحوار اللي تكلمت عن التصوير المعماري فهم آمنوا وعرفوا إنه والله هنا عندها نظرة مختلفة في المعماري لذلك إحنا خليناها محكمة معنا والله هنا عندها فيجن ملهم ممكن مصورين كثير يلهموا من الشخص هذا خصوصا لما تكون سيدة يعني طبعا ملانة أنا يعني هنا هياخدوك طبعا <applause> على فكرة بعرف احكم برضو يعني أكيد لا طبعا انت انت مما لا شك فيه ان انت لك بصمة وزي ما قلت لك قبل كده اي حد بيشوف عملك بيعرف على طول يعني ده عملك لك بصمة واعمالك كلها ما شاء الله زي ما قال صديقنا يعني اعمال مميزة وايقونية شكرا طيب هذه هي الصوره اللي فازت بالمركز الاول انا أيوة. ما بدي اطول على الصوره دي بس تستحق ان انا اتكلم عنها عشان عايزين نعرف كيف الصوره دي بقى ازاي تكسب المركز الاول في مسابقه تيبا اه والله اللي هي الناس في بتتمنى الناس بتتمنى بس تتاهل للمراحل النهائيه فيها هي كانت مفاجاه بالنسبه لي انا لما قدمت ما توقعت نهائيا مسابقه المواصلات امن المواصلات والطرق في دبي بالتعاون معهم طبعا أنا قدمت الصورة حين أني أنا في السنة اللي بعدها اللي قبلها كنت محكمة في, المسابقة لكن تخيل يعني ما جاء في بالي أبدا ممكن أفوز لكن سبحان الله وبعدين قدمتها بالبلاك اند وايت يعني مش إنه لو الألوان يمكن كان قبلت كمان أكثر فهذه الصورة إيش قصتها هذا الجسر التسامح اللي هو في دبي كان بأول ما أنبنى ولسه قبل ما يكتمل أنا كنت صورته واستخدمت فلاتر الاندي في الصورة ولعبت طبعا بالفوتوشوب عملت تعديل البلاك اند وايت الجميل ده أه حتى لو أنا رحت مرة تانية ما راح أقدر آخذ نفس اللقطة دي لأنه خلاص أي سات مقدسة بالنسبة لي ما بدي أكرر المشهد ده ممكن آخذ زاوية تانية فتواصلوا معاي وقالوا لي أيوه فزتي وانبسطت كثير إنه بالمركز الأول أنا أحب دايما الأرقام دي ما أعرف يمكن من صغري لأن كنت في المدرسة شاطرة كثير دايمًا من الأوائل زي ما يقولوا من المركز الأول الثاني الأول الثاني كنت عندي منافسه اني لازم احصل فهذه صوره احبها كثير اللي هي جسر التسامح في دبي مع الواقع اني لما كنت صورتها صورتها مع واحد مصور عالمي معروف في دبي اسمه بينو وكان هو حاط عامل سيت اب لكاميرته وانا سيت اب لكاميرتي فلما فازت الصوره آه، علق لي وكتب لي مبروك فحلو حلو روح ال... ال... طبعًا. يعني الدعم والتشجيع من الزملاء صراحه لكن انا بس بسالك انت سؤال ليه الصوره دي فازت دون عن الصور الثانيه إيه اللي فيها مختلف من وجهه نظرك كمحكمه بقى آه، اكيد يعني طبعا الزاويه هذه حاجه مهمه ثاني شيء الرؤية مثل ما تفضلت وقلت يا اسماعيل رؤية المصور هنا واضحة ما أقدر ما لها علاقة الإمكانيات ما لها علاقة الكاميرا ما لها علاقة الفوتوشوب أنا الآن لما بكون محكمة وبدي أحكم على صور ويجيني صورة بهذه الطريقة أشعر إنه المصور عنده حب عنده اعتناء بالتفاصيل عنده نظرة تختلف عن الآخرين ما ادور بس على الكاميرا ما ادور على الاعدادات ولا وايد بالانس ولا اتزان ادور على قيمه القيمه دي اللي هي انت كمصور عشان كده انا بقول انت بتقول لي يا هنا ايش نصيحتك للمصورين ايوه وأرجع اقول لهم فوكس على نفسك انت اتعلم اجتهد اتعب 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 لغايه ما تلاقي ان شاء الله حتلاقي ربنا ما حيضيع ابدا تعب انسان ف هذه هي النتيجة هي شوف المسابقة أمين. كيف فازت طيب احنا بانك انت بتغوي الارقام والجوائز نسميك بقى ايه رونالدو التصوير الفوتوغرافي؟ والله انا قبل فترة جاني اسم كده غريب و طيب. يعني كان اميرة التجريد انه بتحب الابستراكت اه انت آه, اه انت بقى تحب جو الامراء بقى والاميرات وكده احنا هنا حضرتك بنحب الكوره <applause> فانت اميره احنا هنا على طول بنخش في في الجون على طول لا لا انا شايف رونالدو الفوتوغرافيا ده احلى من الاميره بصراحه لا 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 رونالدو لا اميره اسمي هناء بحب اسمي جدا ماشي هناء رونالدو خلاص ماشي هناء اميره التصوير التجريد ما جمال ممكن خطاب بيقول... انا لو انا بدي احط نيك نيم لنفسي ممكن أيوة. اكتب الملهمه بس يا كافي. سلام يا سلام الكلام هذا الاسم. الكلام الجميل ده بتاع الزمن الحلو ما عادش موجود احنا دلوقتي في زمن اغاني المهرجانات حضرتك لازم نحط حاجه سلوجان كده يمشي بس <applause> ماشي انت الملهمه واميره التجديد حاضر جمال خطاب مساء الفل <applause> يا جمال وحنان هانم مساء الخيرات مساء النور وكمان سو كول بتقول لك فخر العيله يا خالته اوه وبتزغرد <applause> كمان <تصفيق> فخور بي فخورين بيك يا انه يا اجمل فنانه انا حاسس احنا في النقطه دلوقتي <تصفيق> <تصفيق> حد تاني يا جماعه سوكون... يوسف ناصر يوسف ناصر المعلوميه انه أيوة. هي متخصصه بعيدة عن الفنون لكن هي انسانه عندها فن ونظره عجيبه فما يغرك انه الشخص ممكن يكون يعني التخصص يا اسماعيل طبيب اي حاجه في الحياه طبعاً. لكن النظره الفنيه دي مو عند اي شخص لكن انت خليتها فعلا؟ خليتها اه طيب ماشي اه وعرفنا دلوقتي دي بتزغرة تقول لك <applause> يا خالتو <applause> يوسف ناصر منور الثريا بتقول لك سوك سوك سو كرييتيف كرييتيف لافلي الثريا <applause> وراما <applause> هشام بتقول لك دائما مبدعه وكل صورك مميزه وفنانتنا طبعا وفاء بتقول لك مساء الخيرات وفنانتنا الجميله منوره وفاء وفاء من اعز الناس اللي انا احبها ووفاء آه. دي استاذتي يعني برضه كنت اخذ عندها ورش وبعدين بدانا سوا يعني في جميل هي هي فنانه متميزه جدا لازم نحييها طبعا هي فنانه قديره ومتميزه ما فيش كلام طيب ننقل الصوره بقى دي الثانيه نقلتها حضرتك اللي هي صورة أمستردام أنا لي شوية تجارب في الفلاتر استخدام الاندي كان عندي فضول بصراحة ممكن تقول ألهمت من ناس مصورين في السعودية يعني لا بقول لك كده ركزي معايا أنت دلوقتي هناء الملهمة ولا ألهمت عشان ما تلخبطش ما هي عشان أنا لازم في يسمعك. البداية الشخص كده لازم آه. مصور يصور عشان عشان يستمر لازم يبدأ يختار ويشوف يتعلم من هنا ومن هنا فكانت ماشي. أنا عمري ما استخدمت الفلاتر ولا لي رغبة فيها وكنت مبسوطة في جوي في التصوير المعماري والسيتي سكيب فجأة شفت النوع ده من الصور إسماعيل هذا الكلام في 2015 وانجنيت وقلت لازم أجرب لا طبعا شفتي شفت صورتي وقلدتيها ومش عايزة تقولي اسمي إن أنا من ضمن الملهمين بس ماشي عديها هم. من الملهمين ماشي خلاص خليك من الملهمين <applause> فلقيت الاسلوب ده عجبني بالمره ليش؟ لانه حسيت انه فيها تبسيط يعني فيها سمبليسيتي فيها مينيمال فيها كده حاجات ف واشتريت اول فلتر لي اللي هو النيس سيستم والهولدر واخذت تعرف فلاتر واسعارها يعني طبعا فا التجربه وما ينفع ان انا اصور اخذ الفلاتر وما اسافر لازم اسافر واصور فصرت اسافر واطبق اسافر وأطب. مره تزبط مره ما تزبط ال... يعني في حاجات معينه بعدين صرت اشوفها عند مصورين الاجانب صرت دخلت فيها يعني خلاص وتعلمت إنشاء الفلاتر دي مو غلط الواحد يعني كل فتره يتعلم حاجه بسيطه حلوه يطبقها ترى هذه تدي له احساس بالانجاز تعطيه احساس بالتغيير تعطيه احساس بالافضليه انه هو بيطور من حاله ما حد بيسحبه من ايده هو بيطور من نفسه فلي تجربه كبيره واحبها بصراحه التصوير بالفلاتر الاندي من الاشياء اللي يعني برضو انا خط فيها في المجال ده فهذه ممكن. صوره كانت في امستردام والمركب بيتحرك آه، وهذه النتيجه زي ما تشوفوا الثريا بتقول لك ذا بروف اوف ايمج اند انسبيريشن ماشي شكرا 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 على الكلام بالكلام انت قلتي بالعربي بس بالانجليزي ماشي <تصفيق> <تصفيق> اتفضلي يا اميره التجريد جردتنا هذه الصوره <applause> لا لا من غير نكنيم قلنا انا بحب اسمي جدا ماشي اتفضلي يا هناء يا اميره التجريد يا ملهمه ايوه هذه برضه نفس الشيء في بودابست برضو نفس الشيء استخدمت فيها الفلاتر يعني يمكن البعض يقول لي هناك لا لا هناء لو سمحت لا لا انا اسف لا لازم أقطعك هنا الثريا هو واحده من معجباتك يعني اول واحده اول مره حد يعني يقول لي حاجه بتقول لك شكرا يا استاذ اسماعيل على هذا اللقاء الحي والملهم المبدع مع احلى مصوره شكرا 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 يعني. شكرا ليها وشكرا ليك الحقيقه والله انا, يعني أنا, أنا منوره والله منوره الله يسلمك هذه الصورة برضو ممكن ناس كثير في بالهم يقولوا ايوه فوتوشوب بس انا اول حاجة استخدام الفلتر الاندي تاني شي التوقيت انا بحب جدا انه في الصور يكون في شي من الديناميكية في حاجة بتتحرك في حركة فلما يكون في نهر طبيعي يكون في مركب لما يكون في اضاءات سيارات طبيعي يكون في الشارع مثلا فحكم انه هي في نهر فانا استنيت وقت طويل على فكرة عشان أخذ المشهد ده ثاني شيء وهي ما هي بس فوتوشوب هي فعليا استخدمت فلتر الاندي آه وفترة طويلة حتى أخذ التكوين الصح فين أوقف والخطورة بتاعت السفر يا إسماعيل يعني والهواء والمطر لكن كلها في الأول والآخر واحد بصور حاجة بالشغف الشغف هو اللي بيحركنا هي الأداة اللي بتحرك كل فنان وكل إنسان يعني طيب وفاء بتقول لك يمكن وقع لبس انا فعلا وفاء لكن فناناتنا هناء هي استاذتي وليس وفاء الذي اخذت عندها كورسات واضح طبعا ان انتم الزمن هنا فانا ايه مش مشكله بالنسبه لي مين الاستاذ كلكم صغننين ما فيش مشاكل يعني الله يسلمك يا وفاء طيب نشوف صوره تانية برضو هذه بالفلاتر الاندي انا آه انا يعني المده انا اختها العود اهلا وسهلا بك يا العود على اختي اختي الكبيره <applause> اوكي اهلا وسهلا مشرفانا والله منورانا <applause> اهلا فيك تفضلي هذه آه الصوره بالفلتر الاندي نفس الشيء لو لاحظت هذه كانت يعني تقريبا ماني فاكره والله يمكن اربع دقائق او ثلاث دقائق اللقطه هذه اللي هو في آه في فالنسيا اكيد اللي راح المكان ده عارف اللي هو بارك اوف ارتس اند ساينس يعني فمن اجمل الاشياء لما انت تجرب تصور حاجه وفي الاول والاخر ترجع بذاكرتك مين الشخص اللي انت الهمت منه يفضل طول الش... طول الوقت الموضوع ده معاك فانا ما انسى الانسان اللي يعني شفت صوره بالشكل ده وتعلمت منه ووجه له كمان تحيه. جميل. طيب هذه صورة نيجي برضو للبلاك اند وايت اللي عندي تجربة ممكن بقول لك التصوير التجريدي هذه أيوة. صورة تتوقع من فين من فوق الزاوية ولا من من تحت؟ بتسأليني أنا؟ مم. طب انا هنا حضرتك المحاور بوجّه اسئله بس ممكن تحت امرك لان انت آه لا لان, <applause> لأن انت أميرة, اميره التجريد الملهمه هنا فلازم اجاوبك طبعا آه هو طبعا هو آه المف هو يعني لو بصينا على الـ 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 الديزاين يعني يقول ان انت مصوره من فوق طب ايش هذا المكان لا ما اعرفش والله ده موقف سيارات في مدينه اسمها ليون في فرنسا انا رحت مخصوص عشان اصور المكان ده وطبعا هي ما فيهاش مصعد هي تطلع بالسيارة دائرة آه. يعني المبنى الباركينج ده عبارة عن مبنى دائري تمام. زي ما انت شايف انا فين بالسيارة طلعت طلعت وصلت لفوق واخدتها طبعا بزاوية بعدسة آه. 14-24 كل دور اكيد وقفت فيه كل ويندو او كل فتحة وقفت فيها لغاية ما طلعت بالنتيجة اللي انا ابغاها انا اروح المكان ما عندي مشكله اني انا اجرب واخد وقتي تماما عشان اطلع بالصوره الصحيحه لكن الصوره دي كلها كده طبيعيه ولا انت عامله يعني قاعده عليها لا مزوده طبيعي. على طبيعيه كده اوكي بس هي في حاطين مرايه في اخر الدور على اساس آه. يعمل الانعكاس لل للثقوب او الفتحات دي هي قد آه أيوة. سيارات. آه ايوه اوكي صح جميله جدا يعني م. لكن هو طبعا الديزاين عشان فتحه الشبابيك يعني او الويندوز دي ما تبقاش غير كده يعني يبقى من فوق يعني طيب نيجي لصوره حصريه وقلت انا حاطه صور حصريه ما نزلتها ابدا انت كده فعلا ملهمه واميره التجريد طالما اديتني حاجات اكسكلوزيف <applause> آه، هذه الصورة الله يا آه، صورتها في رحلتي الاخيرة لسنغافورة دحين في شهر سبعة آه، مبنى زي ما انت شايف مبنى عجيب غريب جدا طبعا سنغافورة الابداع كله آه، دي جامعة رحت مخصوص تواصلت معاهم وكانوا رافضين ان انا اروح اصور آه، صورت من جوا طبعا اكيد وكل دور زي ما قلت لك ما خليت مكان وبال 360 اللي هي السيلفي كله يعني خرجت من هناك وانا مشطبه على المكان كامل فهذه كانت زاويه عجبتني ليه؟ للمبنى هو شكله من بعيد متي آه، تفاصيل كامله يعني جمال الاضاءات قريب يعني خلاص لسه حيبدا السانسيت شويه المغرب كيف الاضاءات من جوا مع الاضاءات اللي برا آه الفكره كانها حلقات جميله جدا يعني شوف الجامعات بالاول والاخر صحيح سنغافوره من البلاد الجميله جدا انا عشت فيها شويه وطبعا يعني فعلا تتميز بالاركتكشر بشكل رهيب آه ملكه الغابه فنانه هلا طه عيد بتقول لك منوره يا هناء الله يخليك يا هاله تسلميلي طيب نشوف الصوره اللي بعدها حاضر طيب في مجموعه الصور الاخيره اللي انا حبيت الفت النظر عليها اني انا برضو في بداياتي الهمت من المصممه المعماريه زها حديد ما كنت أعرف عنها شيء في بداياتي في التصوير عادي يعني أسمع وأشوف وكذا لما شفت فنها وعرفت هي كيف بتفكر وليش هي اتميزت في شغلها حبيت ان انا اوثق المباني حقتها يا اسماعيل فصرت اسافر ولسه هذا طبعا البروجكت شغال عندي يعني انا ما بصور مبانيها عبثا انا بسافر مخصوص عشان اوثق المباني المصممه المعماريه الراحله زها حديد وهي انسانه حسيت في تشابه في التفكير من حيث أنا كمصورة وهي كمصممة في أشياء كده فيها يعني مع التحفظ إنه الله يرحمها آه عجبتني جدا فحسيت إنه هذا شيء يعكس هنا فصرت أسافر وأصور مبانيها فهذه كانت آه صورة اللي في أمستردام اللي هو المبنى اللي أكيد أستاذ وائل يعرفه لأنه هو صوره أخذتها آه بزاوية وهذه صورة حصرية كمان شكرا جزيلا آه الله يسلمك بزاوية مختلفة آه لكن لكن بذكر الم... آه عفوا بذكر زها حديد يعني انا كنت عاوز اسالك هل هي اثرت فيكي عشان هي معماريه يعني فذه ولا كونك انت برضو فتاه عربيه وقد تكوني مررتي ببعض المعاناه اللي هي مرت بيها لان هي قالت هم لم يعترفوا بيا في الوطن العربي لاني بنت ولم يقدر موهبتي في الغرب لاني عربيه او اجنبيه، فهل انت لمستي حاجه من دي فيكي؟ هو جزء من التحدي. آه. جزء من يعني اني انا اهتميت فيها والهمتني انه هي معماريه، انه هي في بداياتها ما حد امن فيها الين ما اخذت الجائزه العالميه، وبعدين صاروا ينظروا يعني كان هي بنفسها كانت تقول انا ما اعرف كيف كانوا يعجبوا بالتصاميم حقتي انه هي ملهمه يعني غيرت صحيح. في التفكير المعماري تماما صحيح عجبتني وان شاء الله لسه انا مستمر راح اصور ممانيها بس الحمد لله على الاقل على الاقل اللي انت تم الاعتراف بك يعني في في المملكه والوطن العربي كله آه، الأعمال الاعمال تفرض نفسها يا اسماعيل اجتهادي صحيح. يفرض نفسه الافكار اللي بقدمها يعني انا قدمت من بدايه وقت كورونا كان في عندي حاجه حلوه سويتها للمصورين مسابقات غير ربحيه جوائز أيوه. حوالي 20 ولا 19 مسابقه غير ربحيه يعني مقدمه مني ومرات بتكون مع سبونسر لدعم المصورين في الوطن العربي بدي اكتشف المواهب وبشوف مين بيصور حلو، مين معروف، مين نقدر نساعده، مين ما نقدر نساعده، مين نقدر نوصله لجهة معينة له نصايح، فكان هذا الشيء ما أنساه في كورونا من <applause> الحاجات الحلوة اللي أنا لي بصمة فيها وسويتها وفي ناس لما عرفوا ان انا بصديفك النهاردة قالوا لي المعلومة دي قالوا لي احنا شاركنا في مسابقات كانت بتنظمها هناء تركستان اه والله كثير بيقولوا لي ارجع سوي آه. يسوي المسابقات دي ان شاء الله بإذن الله نسوي حاجة حلوة وتكون اكبر كمان بإذن الله فهذه كمان صورة لمبنى من مباني زها حديد في الشارقة اللي هو مركز بيئة من اجمل المباني الحديثة اللي انا رحت صورتها لزها حديد في مدينة الشارقة وقفت وحطيت التايمر بالكاميرا وطلعت فوق جري وقفت وخدت الصوره دي <applause> بحب اعمل الاجواء دي يعني السيلفي بس بطريقه حلوه كده فكنا مركبه فضائيه يعني اللي يشوف الصوره دي يقول ايش المبنى ده الغريب؟ ايش الدرجة الغريب ده؟ الصعود الى السماء ايوه وانا اصلا بحب الـ 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 يعني التصوير الدرج مخصوص بحبه جدا اصلا فكان لازم اوثق المبنى ده فهذا ودي... واحد من مبانيها لا والسلالم مش عاديه خالص كل سلمه فهمها. عمل فني مستقل اه بصراحه هي كمان تصميماتها جباره آه. نشوف آه. صوره تاني حاضر هنا طبعا هذا في كوريا برضو مبنى من تصميم اللي هو آه تانك ديمون بلازا آه فهذه الصوره في 2016 وهذا المبنى الواحد وأربعة أيام ما خلص وأنا أصوره بس أربعة أيام وأنا من الصباح إلى المساء وأنا بدور في المكان ده عشان أخذ زوايا مختلفة فكانت دي الصورة من أجمل الصور اللي أنا صورتها على مبناها في كوريا جميل نفس الشيء المبنى بس طبعا في صورة ليلية وبزاوية مختلفة وضاءات المبنى كان فعلاً مركبة فضائية. صحيح. يعني شيء عجيب. يشوف الشكل ده يقول إيش المبنى الرائع ده تحفة يعني مش مبنى عادي ده. يكون. إنه مركبة فضاء. أيوة. وهنا كمان بزاوية بس طبعاً من مبنى مقابل. ويعني صعوبة إنه أنت كيف ممكن تروح كيف تصور كيف. بعض المرات يقبل بعض المرات ما يقبل فأنا تسللت هنا في مبنى وطلعت الدور العلوي وكان في الشبابيك تتفتح كده يعني على فوق فثبتت الكاميرا وخدت اللقطة دي اللي هي اللونج اكسبوجر بتبين كيف السيتي وكيف شكل المبنى فتوفقت فيها يعني الحمد لله جدا وحركة السيارات وحاجة جميلة مم. يقول لك الصوره تعبر عن مشوار فنك ووصولك للقمه اعتقد كانت تقصد الصوره اللي في الشارقه اه مين اللي بتقول نسرين شكرا يا نسرين نسرين عشاري والثريا او العنود بقى عرفنا اسمك الحقيقي بتقول لك <applause> قمه الابداع الصور بيدك تعطينا اجمل احساس ونشوف الابعاد التي تصوريها شكرا يا العنود شكرا شكرا ثريا ثريا اسمها ثريا الثريا اوكي مش هي قالت لي انا اختي ولا اللعود. اه ولا العود أنا, كبيرة. انا اسف انا اسف معلش العود تسلمي لي <تسلمي تسلمي> يا اختي الحبيبه آه، هذه صوره كمان لمبنى زها حديد فين في الرياض يعني كون إنه في مباني في السعوديه زها حديد اكيد ان انا راح اوثقها طبعا هذا مبنى اللي هو آه، كاب سارك اسمه آه مركز الدراسات للبحوث البترولية مركز الملك عبدالله شي شيء جبار يعني برضو إن أنا جلست فيه وجبت تصاريح وصعوبة التصوير فكانت هذه زاوية من المكان بعدسة 14-24 في البلو أور ما أحكي لك عن جمال تصاميمها يصنع هو شكله يشبه الخلية يعني واضح طبنا. بما أنك ذكرتي التصوير برة وجوه يعني في المملكة وخارج المملكة وأنت ليكي تجربة في مصر انت نزلت صورتي في مصر وما شاء الله رجعت من غير ولا صورة فكنت عاوز أسألك إيه رأيك في؟, في مصر ماشي عديها أيدي. يعني عاوز أقول عاوز أقول يعني بالنسبة للتصوير خارج المملكة أو خارج الوطن العربي وداخل إيه الفرق بأمانة يعني شوف إذا أو. أنت بت... السفر جزء أساسي أنت كمصور معماري لازم تسافر خليني أقول لك مثلا مصور الطبيعة الناس بتروح أيسلند صح؟ صح أو النرويج لو أنت بالضبط لكن لو أنت مصور براند ولا فود و... ما راح يهمك الموضوع ده نهائياً لا عفوا أنا قصدي من سؤالي مش بتسافر ليه؟ انا قصدي اقول انت دلوقتي سافرتي وصورتي في كوريا وفي سنغافورة وصورتي في اوروبا وفي مصر والسعوديه. ايه الفرق؟ ايهما اسهل؟ ايهما تعقيداته اكتر؟ ايهما بتجد فيه آه. صعوبه؟ صعوبة من حيث التصاريح اه صح في مصر في في لان انا عانيت شوية كان كنت مع مصور كده رحنا مك... رحت عند الجسر شو أمبابة امبابا اه وجيت اصور وطلع لي نقي وعقيد ووقف وسويت نفسي اجنبيه ما بتكلم عربي عشان خاطر انه يسمح لي ومشيها مشاها مش يعني بس فعلا حتى عندنا في السعوديه صار صعب حتى الدوائر الحكوميه والمباني دي لا يمكن يسمحوا لك تصور ده حتى في البحر هنا في جده في الكورنيش اذا لقوا الترايبود يعني ما اعرف في دبي كمان صار النظام ده ممنوع يعني يشوفوا الدرايف اماكن ما ادري طب احنا اذا كان في اي حد بيسمعنا او في يوم من الايام يشوف اللقاء ده فنتمنى يا جماعه ان انتم تيسروا للمصورين والمصورات لان هم بيعملوا دعايه للبلد وبيوثقوا المعمار وكل حاجه يعني صحيح يعني انا اليوم عندي في اليوتيوب في عفوا اسفه في الجوجل ماب عندي أربعة مليون مشاهدة ما شاء الله ومبسوطة كتير يعني يعني في أماكن مثلا زي التروكيديرو في باريس مم. نفس لما تكتب بيطلع المكان نفسه حاطين بن الصورة حقتي فأنا هذا شيء يعني خليني أنطلق بزيادة وزيادة في التصوير صحيح ليه لا ليش ليش ما يخلونا تصاريح؟ ليش ما نصور؟ فعلا زي ما تفضلت وقلت احنا بنعمل دعايه مو للبلد بس للاماكن فحلو لما افتح موقع لمول لسوق ل... ل... لكوفي شوب لمطعم لاي مكان المعلم احب اشوف صوره حلوه حتى انت لما بتصوري مبنى قديم شويه والمبنى ده حصل له هدد او جزء حصل فيه مشكله عاوزين يرجعوا لاصل عشان يرجع يرجعوه تاني فالصوره بتفرق تمام فاضل معانا خمس دقايق هناء اللقاء معاكي مره بسرعه الصاروخ لان انت كل عملك ليها علاقه بالفضاء فاللقاء عدى اكننا راكبين مركبه فضائيه طيب ناخد ف... الصوره دي بقى ايوه عشان فضالي. نختصر الكلام لا لا انا فضال. كمان من البدايه كنت بقول لك الوقت بس ان شاء الله يسعفنا هذه صوره برضه للمبنى اللي هو تبع ساحة حديد انا حبيت الفت النظر على اعمالها حتى لو الشخص كان مسافر اي بلد راح حلو انه يبحث في قبل يعمل برنامج تصوير يصور اي مبنى يحبه من ضمنها هي مباني زها حديد فهذا كان المسجد اللي هو في كابسار مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البتروليه وكان لي الشرف ان انا اتصور فيه كمان وزي ما قلت لك حطيت التايمر واخذت الصوره وانا جالسه في النص وكان شيء يعني للذكرى تمام في صوره كمان برضو يبقى. ده مبنى لزها حديد صورته آه. باللونج اكسبوجر وحولت الصوره بلاك اند وايت وهذا فعلا في مركب مش عفوا مش مركب يعني سفينه او اصغر من سفينه اللي هي بتش... حقت الشحن دي الشحن كانت أيوة. ماره السفينه دي فاخذت أيوة. التعريض المناسب اللي أمورك. هو بالفلاتر لندي واللي هو في في هامبورغ الصوره دي في المانيا جميل الاستاذ عمرو عبد الرحمن كان عاوز يسال فياريت لو معانا حضرتك تتفضل بالاسئله. عاوزين نتكلم بقى مع حضرتك في حاجه مهمه جدا الناس كلها بعتت لي رسائل عن كيفيه الفوز في المسابقات. طيب سؤال حلو راح بس قبل ما تجاوبي قبل ما تجاوبي عشان ما يعمليش مشكله الدكتور احمد ثابت بيقول لك اهلا يا هناء منوره وكالعاده بيتجاهلني بس معلش. تفضلي الدكتور احمد ثابت من الناس اللي لهم بصمه في بداياتي انا كنت احاول اني انا اتعلم منه واسوي زيه وهو من اوائل المصورين اللي لهم اسلوبهم الخاص في موضوع الفاين ارت وكلنا تعلمنا منه الحقيقه وشكرا لك لحضورك استاذ احمد آه نقول كيفيه الفوز في المسابقات اه باختصار باختصار مسابقة سواء كانت مجانية أو كانت لها جوائز مسابقة سواء كانت لوكل محلية أو عالمية كيف أختار الصورة في الكاتيجوري أو المجال نفسه كيف أول حاجة اتبع الشروط لا تألف وتجود وتقول أنا راح أغير و... لا مطلوب منك واحد اثنين ثلاثة طبق الشروط مقاسات الطول الأسماء كل حاجة مطلوب طبقها عشان تقبل الصورة الشيء الثاني الكومبوزيشن لا تقولوا لي فوتوشوب أنا التكوين. بقول لكم التكوين لسه لسه في المسابقات حتى العالمية أنا كنت محكمة في مسابقة في أسبانيا اسمها أغورا مسابقة عالمية صار لها كم سنين لسه لسه بيطلبوا القواعد يعني لو أجي أختار عشر صور كلهم مرشحين للمركز الأول والثاني والثالث بيختاروا مين الأول ما تتخيل يا إسماعيل القواعد قاعدة التثليث كل هذه القواعد التأطير اللي هو الديبث اوف فيلد الثانية الفريمينج سيمتري ما كله ده بالضبط لاين بس يجي اللمسة الأساسية الزاوية الغير مكررة يعني تمام. أنت اليوم رحت مع 10 مصورين بتصور تصور جامع ابن طولون اللي في القاهرة ايوه جامع المنصور طبعا زاويه معروفه طبعا. زاويه مختلفه بس هي كده تمام طيب في بقى قبل خلاص هنختم فاضل دقيقه معانا المعالجه الفرق بين معالجه الاثار المعماريه الاسلاميه او المسيحيه بالعالم العربي والمعالم المعماريه بالغرب ما لها علاقه انه كل واحد له طريقته وله اسلوبه بس احنا كعرب بنحب ال التونات القويه الجذابه الاجانب بحس ان هم لما بيعملوا تعديل حتى في البريسيتس بتاعتهم بيميلوا للتونات اللي هي المات المطفيه في اللون يعني جنرال تمام بيقول هل من الطبيعي ان احنا بنطور معداتنا ايه المعايير اللي بتختاري او بتطوري بها معداتك بناء على التصوير المعماري او الفاين ارت غالبا التطوير انا بتطور نفسي كثير كثير قوي في المعالجه هذا شيء لا عفوا هو عفوا هو بيسالك على الـ على الكاميرات او الجيرز اللي بتستخدميها في التصوير الجيرز لا كل عدساتي هي هي من يوم ما اشتريت الكاميرا بس انا غيرت كاميراتي قبل سنه اه فعلا الكاميرا ممكن يكون لها اللي هو بحيث انه الواحد يتطور من التفاصيل بتاعت البكسلات والريزولوشن بس هو ده يعني لو بتنصحب مواصفات كاميرا بدون اسمها تنصحب ايه؟ مش لازم ماركه يعني مواصفات برضه السؤال ده ورانا ورانا اه خلاص مش مهم طيب كل الكاميرات ماشي. كل الكاميرات طيب <applause> وائل أنسي بيقول لك شهرًا جزيلاً على اللقاء الجميل وكمان حنان بتقول لك كل اللقاءات ملهمة مع فنانين وفنانات محترمين وآخر حاجة معانا طبعًا لازم ما وإلا هيلبني أحمد ثابت بيقول ربنا يخليكي هناء حقيقه سعيد جدا لهذا اللقاء هناء واحده من افضل مصورينا واحسنت يا سمعتوش يا سيدي هنا انا متشكر جدا جدا الساعه عدت معاكي بسرعه المركبه الفضائيه وباذن الله <applause> لنا لقاءات اكيد تانية معاكي ومع بيت فنانيننا المبدعين انت مبدعه وملهمه وانت انا بعتبرك ايقونه في الوطن العربي في التصوير وعلى المستوى الانساني فانت انسانه جميله ومتواضعه وبتساعد الكل فبشكرك وكنت سعيد جدا جدا معك وانا اسعد كمان وشكرا لي كل من حضر اليوم وكتب كلام حلو آه انا كمان نفس الشيء بقول لكم شكرا جزيلا شكرا وبشكر حضراتكم لوجودكم معنا النهارده وباذن الله نلتقي الاحد القادم ولقاء جديد من اسماعيل توك وبيوند ذا فريم أت... اترككم في رعايه الله السلام عليكم